وجه مصري خطف الأنظار والقلوب. تقع علي، عرفينا أكتر على نفسك. أنا اسمي تقع علي عبد الرحيم، عازفة إيقاع وعضوة بأوركسترا القاهرة السيمفوني وعضوة في أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني مع مايسترو نادر عباسي. العيلة فنية، أنت بنت الفنان الراحل علي عبد الرحيم. مظبوط. في حد تاني فنان في العيلة؟ أختي الصغيرة نشوى علي عبد الرحيم، إن شاء الله فنانة صاعدة وهتشوفوها في رمضان اللي جاي في مسلسل قصر النيل بإذن الله. والدك لو كان لسه عايش لحد دلوقتي تحبي تقول له إيه؟ والله الحقيقة هو اللي كان هيقول لي، يعني هو اللي أنا كنت يعني متأكدة أنه هو كان هيبقى فخور بيا، لأن هو كان شايف دايما، أن كان يقول لي يعني أنا شايفكو امتداد ليا، يعني أنا ونشوى خصوصا لأن إحنا جوانا حتة الفن دي، هي في التمثيل وأنا في الموسيقى. فلا هو اللي كان أكيد هيبقى عنده كلام يقوله، يعني أنا متأكدة أنه كان هيبقى فخور. أكتر دور بتحبيه لوالدك الراحل كان إيه؟ والله هو في أدوار كتير جدا، بس طبعا اللي أنا تربيت عليه وأنا صغيرة زي الشعب المصري فيلم شمس الزناتي طبعا، سامبو. عازفة الضف كده صح ولا التسمية غلط؟ لا مش صح. انا نفسي اصلح الموضوع ده في كل حته. هو الدف ده آله، انا خريجه كونسرفاتوار. الكونسرفاتوار احنا لما بنخش بندرس الات الايقاع، الات الايقاع كمان الغربيه. طبعا الدف ده بيبقى يعني حاجه بتبقى شويه اجتهاد شخصي، بس احنا في المعهد بندرس كل الالات، يعني احنا كلنا كل اللي كانوا موجودين في الحفله بيعرفوا يعزفوا كل حاجه. بس انا بس نفسي اصلح الميس كونسبت ده، بس او يعني سوء الفهم ده. بس طبعا هي علقت مع الناس الصوره بتاعتي في الدف عشان اللوحه الجداريه بتاعت الفراعنه اللي اتحطت جنبها. يعني كنت متوقعه تكوني وجه مصري يخطف القلوب والانظار في الحفله؟ لا ما كنتش متوقعه طبعا، وما كنتش متوقعه ان حد هياخد باله مني ولا ياخد صورتي ولا ياخد سكرين شوت من الفيديو وينزلها ويقارني بالفراعنة. لا طبعا ده كانت مفاجأة بالنسبة لي وشرف طبعا، يعني أنا فخورة إن أنا بيتقال عليا سمراء النيل أو حفيدة الفراعنة أو الكلام اللي أنا مش مستوعبة لغاية دلوقتي ده. حضرتي قد إيه قبل الحفل النهائي والختامي اللي شفناه على التلفزيون؟ قد إيه وقت؟ احنا كنا بنعمل بروفات يعني ابتدينا بروفات في شهر 12، قعدنا فتره كده نعمل بروفات وبعد كده وقفنا بسبب الكورونا والتجهيزات وكده، وبعدين رجعنا تاني نعمل بروفات قبل الحفله بتقريبا 10 ايام. فكانت بروفات مكثفه، يعني كان ممكن يبقى مثلا في يوم يومين اجازه في النص. اول ما بدا العرض وبدا المايسترو نادر عباسي في اشاره البدء، انا عايز اعرف احساسك بالظبط كان عامل ازاي. أكشن، خلاص احنا طالعين لايف دلوقتي ومش هينفع، ولازم كل حاجة تطلع مظبوطة، ومش لازم، هي كل حاجة ان شاء الله تطلع مظبوطة، مفيش فرصة لكده، لان احنا الاوركسترا كنا تمام، يعني احنا الاوركسترا كنا عملنا كمية بروفات كتير جدا، والمشكلة ما كانتش قلق بالنسبة لنا احنا على قد ما هو قلق ان احنا ماشيين مع موكب ومع 21 عربية أو 22 عربية بتنقل موميا من التحرير لغاية المتحف، فطبعا لازم كل حاجة تبقى مظبوطة والسنك يبقى بالملي يعني. فالحمد لله هو ده اللي طلع يعني للناس. تامر البراشي جوزك عازف التشيلو، كان معاكي في نفس الفرقة ولا لا؟ أيوة مظبوط، هو تامر الإبراشي عازف تشيلو في الأوبرا معايا، بنشتغل مع بعض تقريبا في كل حاجة، وكان موجود معايا في الحفلة اليوم ده مع الأوركسترا. يعني رد فعله أول ما شاف مراته كده مشهورة والناس كلها بتشير صورتها قال إيه؟ والله الحقيقة هو اللي قعد يقنعني إن أنا أفتح أكاونت الفيسبوك، لأن أنا الحقيقة كنت قافلة الأكاونت من سنة، يمكن من الويف الأولانية والموجة الأولانية بتاعت الكورونا، فقفلته. وجيت بقى يوم السبت بالليل بعد ما روحنا البيت قال لي يا تقى مش هينفع، انت لازم تفتحي الاكونت. ليه يا تامر؟ في ايه يعني على الاكونت؟ ايه انا مش واخده بالي. قال لي لا الناس بتدور عليكي، ما ينفعش، انت لازم تفتحي الاكونت. والحقيقه هو اللي مشجعني جدا 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 ومديني دفعه كده ان انا تمام، يعني مشجعني واقف معايا في ظهري. يعني اكتر كلمه اعجاب اتقالت لك وطيرتك من الفرحه، سواء في كومنت او حد قالها لك بشكل مباشر؟ هي اكتر حاجه شفتها بسطتني حد عملها، انا مش عارفه مين اللي عمل الصوره دي، بس يعني انا متشكره ليك جدا او ليكي جدا. الصوره اللي هي طبعا غير الصوره مقارنتي باللوحه الجداريه، طبعا دي فخر ليا كبير جدا، بس بشكل شخصي يعني بسطتني قوي الصوره.
اللي حطوها للبنات اللي كانوا مشاركين في الحفلة كنت أنا ورضوى وسلمى والمغنيات العظام طبعا نسمة محجوب وأميرة سليم وريهام عبد الحكيم والمذيعات. الصورة دي اللي فيها الستات وبنات مصر اللي كانوا مشاركين في يعني الحفل ثلاث أرباعه قائم على الستات غير طبعا العازفات اللي كانوا مشاركين في الأوركسترا. يعني فخر ليا طبعا ان انا اتحط وسط الناس دي وانه يتقال يا جماعه الستات البنات موجودين. طب انا عايز رد منك على مقوله الستات مكانها المطبخ. حقيقي انا في واحد دخل كتب كومنت كده حد من صحابي قال لي يعني قال حلو برافو برافو احسنتي جدا بس يلا بقى على المطبخ. ايوه انا كنت في المطبخ فعلا الصبح ودخلت وطبخت وعملت اكل وكل حاجه بس انا نزلت اشتغلت بالليل والحمد لله بكرم ربنا العالم كله عرف كذا واحدة فينا كذا ست فينا. في مننا متجوزة في مننا مش متجوزة بس مسؤولة عن بيت في مننا مسؤولة عن حياتها ومستقلة بذاتها. فحقيقي احنا بنخش المطبخ بس بننزل نعمل العظمة اللي الناس شافتها بتبقى فخورين بينا يعني ان احنا في المكان ده. فأيوة إحنا في المطبخ بس إحنا كمان بنعمل كل حاجة تانية. لو هتمثلي دور ملكة فرعونية شايفة ممكن تمثلي دور مين؟ والله أنا لو مثلت دور وصيفة فرعونية هبقى مبسوطة. بس أنا يعني مش قوية قوي في حتة التمثيل دي بس طبعا يعني إن أنا أبقى موجودة في العصر ده أصلا أو أمثل شخصية من العصر ده أيًا كانت هي إيه ده يعني يا لهوي ده فخر ليا طبعا. انا لفت نظري الميك اب بتاعك الفرعوني ده اعتمدتيه بعد الحفله ولا ده الستايل بتاعك في العموم؟ طبعا ده ميك اب تقيل جدا يعني انا مش ده اللي هو الميك اب كل يوم بتاعي بس انا اللي انا بعمله كل يوم بصراحه الايلاينر حتى لو مش هحط اي حاجه بحط ايلاينر. فحتى يوم الحفله قالوا لي طب تعالي والميك اب وفي ماكير وكوافير ومش عارف قلت لهم لا الميك اب بتاعي انا اللي بحطه لان انا كمان عشان بشرتي سمراء فبخاف ان اللي بيبقى بيحط لي ميك اب ما يعرفش قوي يتعامل مع ده فانا اجبرت ان انا اعرف احط ميك اب لنفسي. بس طبعا لا الايلاينر انا حياتي كلها عباره عن ايلاينر يعني. بس بصفتك مصريه فرعونيه شاركتي في حدث مهيب بيتكلم عنه العالم كله عايز منك رساله لكل العالم. طبعا في صوره كده نمطيه شويه للستات بالذات للعالم ان احنا مقهورين او طبعا في شريحه كبيره كده فده اللي احنا بقى بنحاول نصلحه. لا يا جماعه في ستات بتشتغل وبتطلع في وبتعمل معجزات وبتعمل وبتشرف البلد وبتشرف البلد بره مصر وجوه مصر. والجوه مصر بقى الحاجه اللي انا نفسي برضو اقولها ان انا نفسي ان زي ما الناس سمعت المزيكا دي واتبسطت نفسي انها يعني يبتدوا يتوجهوا شويه للموسيقى الكلاسيكيه لان يعني هم لقوا انها ممكن تتسمع مش زي ما هم فاكرين. يعني دار الاوبرا موجوده والحفلات شغاله طول السنه حفلات باليه واوبرا وسيمفوني ف يعني لا يعني احنا موجودين يا جماعه. تقى علي شرفتينا ورفعتي راس مصر شكرا ليكي. ميرسي قوي قوي ليك متشكره جدا وشرف ليا.